الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديقي انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتاخذ أهم التوصيات وأهم الصفقات الناجحة المدروسة بدقة. يوم أمس شباب، رغم الضغط البيتكوين على عملة لونا كلاسيك، لكن شفتها متماسكة أعلى مناطق 26، لكن مؤشرات إيجابية للصعود. إذا تم اليوم إقفال أعلى مناطق 30، فمعناها إن شاء الله يوم الحرق رح نشوف ارتفاعات كبيرة لهي العملة. شباب، رغم هيك أنا بفضل الستوب لوز. تقلبات كبيرة ممكن تصير بهذا اليوم. استكمال لقضية دكوان، أكد المدعون الكوريون أن دكوان مختفي عن الأنظار بتهمة احتيال المالي، وتم الطلب النشرة الحمراء من الانتربول، ورح يتم تفعيل القانون في جميع أنحاء القرى الأرضية. يعني شباب، وين من راح دكوان رح يمسكوه؟ بهالتوقيت بالضبط تغريدات على تويتر، والتغريدات بتأكد انه دكوان ليس له علاقة بلونا كلاسيك. شباب، اللونا ملك للمجتمع بقيادة الرئيس التنفيذي فيكس، هو من يقود الحرق كوميونيتي. في محاولات كبيرة لإنعاش المشروع، وحقيقة شباب المحاولات هاي ما بنقدر نستهين فيها. ممكن توصل لونا كلاسيك لمستويات كبيرة. شباب، بالنسبة لي ما بيهمني شو رح يحرقوا ووين رح توصل لونا كلاسيك. انا برأيي لونا كلاسيك اذا وصلت الماركت كاب الى 40 مليار او 30، هذا سقف العملة بالبول ماركت بغض النظر عن عمليات الحرق. شباب، كمية كبيرة عم تتجهز لبكرة رح يتم حرقها، وبالإضافة لتفعيل الحرق بجميع المنصات على السحب والإيداع وليس التداول الفوري. يعني رح تسحب من محفظة إلى منصة وبالعكس. ما زالت عملة اللونا عم تتمتع بفوليوم أعلى من باقي العملات، حتى إنه هي أسرع من باقي العملات بالتعافي. وهذا كان كل شيء أخبارنا. شباب، لا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لي اشتراكك، بيدعمني كتير.